كلنا دلوقتي في حالة صدمة زي اللي اتصدمناها لما توفى الفنان هيثم أحمد زكي، وكأنه مكتوب علينا كل سنتين تلاتة نتصدم بوفاة فنان شاب لسه منتظرين منه يقدم كتير في مشواره. والفنان مصطفى درويش اللي ودع دنيتنا النهاردة ليه مواقف كتير انتصر فيها لما بدأه، زي انه رفض يشتغل مع الكاتب إبراهيم عيسى مثلا. وفي الفيديو اللي معانا ده هنقول لكم السبب اللي خلاه يعمل كده، وكمان اللي حصل بعدها واللي ما كانش حد يتوقع انه هيحصل. خليكم معانا لآخر الفيديو. الفنان مصطفى درويش من حوالي سنة كان بدأ يشتغل في فيلم من تأليف الكاتب المثير للجدل دايما إبراهيم عيسى، بس إبراهيم عمل حتة إثارة كده من اللي بيعملها لحاجة بقى في نفس يعقوب ولا إيه حكايته، الله أعلم. المهم اللي عمله إبراهيم معجبش مصطفى اللي انتصر لمبادئه وقتها، ورفض يشتغل في الفيلم واعتذر عنه. كل ده عشان إبراهيم عيسى أنكر حادث الإسراء والمعراج، وكان موقف إبراهيم مش ولا بد برضه، أصل وصفه بأنه نكرة، كأنه كده حد مش معروف ولا ليه لازمة يعني. وده اللي حكاه بالظبط قاله الناقد محمد طاهر على صفحته، لكن كان إيه بقى الرد فعل في العموم. ومحمد طاهر كمل كلامه بيقول إن في توقعات من صناع الدراما كتير قالوا فيها إن مصطفى درويش سوقه هيقف ومش هيشتغل تاني، لأن قرار انسحابه من فيلم الإبراهيم عيسى حاجة كبيرة برضه، لكن سوقه ولا وقف ولا حاجة. ومصطفى السنة دي في دراما 2023 كان في قمة نجاحه، واعتبر طاهر إن موقف زي ده هو اللي باقي لمصطفى وهيفضل في سيرته أكتر من أعماله كلها بعد رحيله، ويتحسب ليه إنه انتصر لمبادئه وعقائده على حساب شغله، وده بيدل على إنه كان حد محترم وأصيل وابن بلد الله يرحمه. وفعلا درامة رمضان 2023 كانت علامة في تاريخ مصطفى درويش اللي ودع جمهوره بالمشاركة في 4 أعمال دفعة واحدة، هما مشاركته مع محمد سعد في الحاج إكسلانس، ومع غادة عبد الرازق في تلت التلاتة، ومع حسين فهمي وأحمد فهمي في سر الباتة، ومع دينا الشربيني وشريف رمزي في كامل العدد. والفنان مصطفى درويش قدم مسيرة فنية قصيرة، والقدر كان أسرع من أي حاجة في مشواره. والفنان مصطفى درويش قدم مسيرة فنية قصيرة، والقدر كان أسرع من أي حاجة في إن مشواره يطول عن كده. والمسيرة دي بدأت سنة 2012 بدور صغير في الجزء الثاني من مسلسل كيد النسا، وهوب ظهر مع عادل إمام سنة 2014 في مسلسل صاحب السعادة، وساب علامة فارقة في مشواره سنة 2020 لما ظهر بشخصية فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بميت وش مع نيلي كريم وآسر ياسين، واللي لفت ليه الأنظار بقوة بعدما انضم للعصابة اللي بتقوم بأعمال النصب اللي كلنا تابعناها وحبناها. والفنان مصطفى درويش رحل عن عالمنا ظهر الاثنين 1 مايو عن عمر 43 سنة بعد ما حصل توقف مفاجئ لعضلة القلب، والكل تسابق عشان يشارك في النعي وتشييع جثمانه وسط دعوات كل اللي يعرفوه وبيحبوه.